أسعد الله أيامكم، معكم عزوز منجي. نحن الآن في محل مكسرات، يبيع مكسرات قهوة كل حاجة، يعني حاجات يعني تعتبر صحية. يبيع فزو، عين جمل، لوز، كل حاجة. طبعا أنا خلينا أتكلم في الموضوع اليوم عن الإسبرسو. أنا شرحت في الفيديو السابق عن الإسبرسو، طبعا راح أشرح عن الإسبرسو البن، صح؟ الإسبرسو هذا يعتبر بن ولا؟ طبعا الإسبرسو يا حبايب، عفوا، طبعا يا حبايب الإسبرسو كما تشاهدون الآن، طبعا ده يا حبايب ده بن، يعني مش مطحون، ده يعتبر بن. فما فيش فرق بينهم، الفرق بينهم ان القهوة لما تحطها في المكنة او المطحنة تبقى ناعمة، تبقى عاملة زي البودرة. فالفرق ان البن بيبقى ليها طعم كما تشاهدون، القهوة البن كما تشاهدون الان، القهوة البن يختلف عن القهوة المطحونة تكون جاهزة. فالقهوة البن، فاخونا هنا في المحل بيطحن البن، يحطها، وانا شفت عملي اخونا بيطحنها في المطحنة، يعني على حطها على الطبق وطلعها لي جاهزة مطحونة. هي دي القهوة اللي بتكون اصلية، غير ان انا لما اخد مثلا اعطينا هذا القهوة العلبة، لا اللي فوق ايوه، اي قهوة. غير ان انا لما اخد مثلا علبة زي دي مثلا، ايش اسمها دي ولا قهوة؟ هذه قهوة تركي، طبعا قهوة تركي، طبعا دي قهوة جاهزة تعتبر مطحونة، صح؟ مطحونة ايوه. فالفرق بين ال، وشرحت في الفيديو السابق الفرق بين القهوة جاهزة اللي جوه البطمان، وفرق بين القهوة البن. واخونا هنا بيطحنها في المحل، تطلع لها طعم، تحس بطعم القهوة. فلما تاخد القهوة في البطمان كما شرحت ممكن تكون مركونة فترة. هو كل القهوة حلوة، بس اتكلم عن لو انت عايز تحس بطعم القهوة وريحتها تكون طازة، الافضل انك تاخد البن، صح يا معلم؟ هذه تكون فريش، ايوه. لا الافضل انه ياخذ البن افضل، صح؟ عادي ما تفرق، بس افضل لك خذ من هذه، ايوه تحلك. يعني لو اخذنا هو البن الاسبريسو احسن ما اخذها جاهزه. يعني انا لما اخذت عندك في المره اللي راحت، اخذت عندك اسبريسو وطحنتها، ولما طحنت القهوه حسيت انا بتعمل الريحه، ريحه حسيت بتعمل القهوه نفسها. يعني بصراحه يا حبايب وكذا هو الفرق. ها الاسبريسو عندنا كلها طحن، انه تحلك فريش، ايوه، في نفس الوقت ما عندنا جاهز، ايوه، بس بتكون طازه، صح؟ اكيد، ايوه. سلامك الله. وكذا هو الفرق بين القهوه البن والقهوه المطحون، ولازم نحس بتعمل القهوه عشان نحس بريحتها، عشان نستفاد، احنا نستفاد في الاول وفي الاخر. وشكرا.